خليني أبدأ معاك بمباراة الأمس. عايزة أتكلم معاك في أكتر من شق. يمكن في ناس كتير شافت إن مباراة النادي الأهلي أمام المقاولين العرب هي مباراة الثلاث نقاط بس، مش هندقق على فكرة أداء النادي الأهلي لأنه خارج من ظروف مختلفة، سواء خسارة بطولتين في الأول، إجهاد بدني يمكن كولر ما اعترفش بيه بشكل كبير، قال إن هو عدم تركيز. امبارح كان في تسع تغييرات في الفريق، يمكن صحيح كان في تغييرات اضطرارية مثلا على سبيل المثال كهربا، ولكن أيضا على الجانب الآخر كولر كان ليه اختيار في عدد التغييرات التسعة دي بشكل كبير، وده اللي احنا شفناه امبارح في المباراة. خلينا نبدأ من النقطة دي. كلام حضرتك كلام مظبوط جدا وبدايه موفقه للحلقه، لان هو ده فعلا اللي عمله المدرب، ان هو قعد 9 لعيبه اساسيين: الشناوي، اكرم توفيق، رامي ربيعه، علي معلول، مروان عطيه، اليو ديانج، بيرسي تاو، كهربا، الشحات. ف9 لعيبه من اللي هم بيلعبوا ستاندنج في الفرقه. فطبعا هي دي انا عجبتني جدا انا شخصيا، يعني ليه؟ لان هو خلق دوافع جديده للفرقه. والمدرب الناجح دايما ان هو بعد الاخفاق يبان قدرته على انه يعدي الموضوع ده بسهوله. ان طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي كبير، فكون ان هو طبعا يطلع في استاد القاهره فطبعا الموضوع ده كان صعب شويه. طبعا فبالتالي هو اللي عمله مستر كول يعني تفكير ممتاز انا من وجهه نظري الشخصيه، لان هو غير 90% من الفرقه، هو بقى بس على 2 اللي هو عبد المنعم وامام. وده بالشكل ده هو خلق دوافع جامده جدا للفرقه، على اساس ان هو انت حضرتك بتقولي ان هو ممكن يكون لعب شغل تجاري شويه انه يكسب المباراه. ثلاث نقاط يكتفي بيها، ما كانتش مجازفه دي يا كابتن ياسر فكره انا رايي ان هي التغييرات دي مش كلها؟ مجازفه. ليه؟ لان هو عامل سياسه تدريب بشكل كويس جدا. موضوع الاجهاد انا مش شايف ان في اجهاد بشكل كبير جدا، انا شايف ان هو خلق دوافع جديده. لما ابدا احط الكابتن كريم وابدا احط حضرتك وابدا اطلع ياسر وابدا اعمل دوافع جديده واحساس جديد ان انا كل واحد عاوز يثبت نفسه. طبعا لعيبه النادي الاهلي بتتكلمي في 30 لعيب غير قطاع الناشئين، فعدد كبير جدا اللي بيخش يلعب في ال 11 موضوع صعب جدا انه يبقى قاعد كتير بره. فبالتالي انا لما ابدا اعمل كده ببدا يعني اغير دوافع اللعيبه، ابدا ادي حماس في الفرقه بشكل كبير جدا، ابدا يعني اخلق نوع من المنافسه بشكل مختلف شويه. فبالتالي انا من وجهه نظري ان هو نجح، ونجح من الناحيتين، ان هو خلق روح منافسه جديده، دوافع جديده، حفز اللعيبه اللي هي قعدت دي ان في مكانك ممكن واحد يلعب ويكون كويس والفرقه تكسب، طبعا مفيش مشكله خالص. فكره الاعتماد بشكل اساسي على حد او اخر، هو مش عايز يوصل ده لعدد من اللعيبه الاساسيه. بالظبط كده. وفي نفس الوقت هو الفكره ان هو لما تدفع باتنين تلاته جداد او 9 جداد، فبالتالي هو بيعمل دفعه معنويه للعيب الجديد، عاوز ينزل يقول انا موجود وانا استحق اكون في ال 11، فبالتالي بيبذل مجهود مضاعف. لكن انا ضامن ان انا بلعب وحاسس ان انا موجود دايما وبقيت موظف، فهي دي النقطة اللي ما يعملهاش الا يعني مدرب كبير. وهي دي نوع يعني روح التنافس في اوضه اللبس. يعني دايما لما نيجي نتكلم على المدرب الكبير، لما دايما بتكلم مع الكابتن كريم اقول له اوضه اللبس هي مفتاح الفوز. طبعا اي نادي في الدنيا اوضه اللبس بتاعته متسيطر عليها بشكل كويس، اللعيبه متسيطر عليهم بشكل كويس، عندهم قناعات بالمدرب بشكل كبير جدا، الاداره عامله سبورت جامد جدا للمدرب. خلي بال حضرتك ان الادارات لما بتعمل سبورت للمدرب بشكل كبير جدا ومفيش نقد دايما للمدرب، بالتالي اللعيب بيبقى عامل حسابه ان المدرب ده قاعد. فبالتالي بيبقى مركز في حاجه واحده ان هو يلعب بس، ما عندوش حاجه تانية يفكر فيها غير انه يلعب بس. فانا شايف ان هو نجح امبارح بشكل كبير جدا. موضوع الاجهاد انا مش شايف ان في اجهاد، لكن شايف ان النادي الاهلي بدا المسابقه بدري جدا بماتش السوبر، وكان لسه الفرقه زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك في الحلقه ساعتها قبل المباراه دي، قلنا ان لسه الاهلي مش جاهز 100%، طالع من فتره اعداد، لسه التجانس في لعيبه جديده كانت داخله لسه الفرقه، كان لسه ما بانش شكل المراكز هيبدا يغير في شكلها خاصه ولا بعد لا. الصفقات الجديده. وخليني يا كابتن ياسر كمان اخد من كلامك فكره السوبر الافريقي بعديها السوبر ليج. احنا بدانا بالعكس، يعني احنا عندنا اي فريق او احنا نفسنا الموسم الماضي بدانا منافسات محليه بعد كده رحنا البطولات الثانيه. الموسم ده احنا بدانا سوبر افريقي بعد كده سوبر ليج ولم نكن موفقين فيها، فالموضوع اتعكس السنه دي، فيمكن ده برضو اربك الحسابات. صحيح 100%، كلام حضرتك مظبوط 100% فعلا. وبعدين برضك تاخير بدايه الدوري عندنا اخرتنا شويه كتير، لان انت لما بتلعب بتبقى في حاجه اسمها الاليه في الاداء، خلاص انا هنا اعمل هنا هتلاقي زميلي موجود في المكان ده، بقى في سيستم لعب، اليه في الاداء،
حفظ الاماكن بعضينا، حفظ للتحركات بشكل كبير جدا. لما بيخش عنصر ولا عنصرين جداد بيبدا يتغير شكل التحركات بتاعتهم. وبعدين هو بدا يلعب 4 3 3 من السنه اللي فاتت، بس بدا يزود فيها، بدل ما يلعب 2 مركز 6 بقى بيلعب 2 مركز 8، فبالتالي بقت ناحيه هجوميه اكتر شويه. فبالتالي الشغل ده محتاج شغل جماعي اكتر في التمركزات والحاجات دي. اتفضل. يعني حضرتك سيد العارفين النادي الاهلي وجماهيره وعشاقه دايما عندهم ثقافه اقلب الصفحه. صحيح. ايا كانت الصفحه اللي احنا بنقلبها دي بتحمل انكسار ولا بتحمل انتصار. بما ان كلمه الدوري الافريقي تم ترديدها اكتر من مره، فمش قادرين نقفل الصفحه قوي. استاذن حضرتك ان احنا بمجرد ما نرجع من الفاصل ده عايزين نقف ولو لدقائق عند رؤيتك لماتشين سيمبا وماتشين سان داونز، وايه رؤيتك للي كان حاصل فيهم، وخصوصا وان فيهم اشواط بعينها كانت الفرقه كامله متكامله وقوة ضاربه كلها حاضره، ومع ذلك هل هو عدم التوفيق ولا حاجه تانية؟ نرجع نتكلم بقى في النقطه دي بعد الفاصل. خليكم معانا كل حضراتكم من جديد. دردشتنا ما زالت قائمه مع كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وكنا وقفنا في الكلام عن اللي حصل واللي عكن على جماهير النادي الاهلي، وفكره ان انت تخسر بطولتين في اقل من شهرين، يعني اكيد فكره مش هينه ابدا على نفوس الاهلاويه في كل مكان. صحيح صحيح. فطبقا لرؤيه حضرتك لاداء النادي الاهلي في مباراتي سيمبا ومباراتي سان داونز، تقول ايه في هذا الاطار؟ والله بص اقول لحضرتك حاجه، انا هاخد من الاخر اللي هو سان داونز. سان داونز طبعا النادي الاهلي هناك طبعا كنا متحفزين شويه من ناحيه نص الملعب، بنلعب باكثر تحفزا لان طبعا هو ايه عاوز يطلع باقل ان هو يدافع اكتر ويلعب على المرتدات بشكل كبير جدا. ويعني كان عندنا فرص مش ما عندناش. هتقول لي الاستحواذ كان لسان داونز اكتر، ممكن انا كمدرب اسيب الاستحواذ للفرقه الثانيه وابدا اشتغل على الثلث الاخير وابدا اعمل على الكونتر اتاك بشكل كبير جدا. فهو كان وجهه نظر ان هو كان بيفكر بنفس الفكر ده، وهو لما يجي استاد القاهره يبقى هو هيبدا يعمل. هو لما جه فعلا في استاد القاهره لعب بالشناوي وعبد المنعم وعمر ربيعه واكرم توفيق ومعلول ومروان عطيه وألي ديانج وامام عاشور والشحات وبيس توكر. لما تيجي تبص للتشكيل كده هتلاقي حضرتك بنلعب باثنين مركز 8، يعني بنلعب بناحيه هجوميه كبيره جدا. وبالتالي احنا ضغطنا عليهم من اول المباراه، وضربه الجزاء جت في الدقيقه 8. لكن طبعا ممكن اي لعيب يضيع، لكن انا كنت شايف ان الحارس دوت من وجهه نظري انا ان هو لما تيجي ترجع تاريخه هتلاقيه دايما ضربات الجزاء اللي في الثلث اللي تحت بيتصدرها بشكل كويس جدا. يعني دي كانت محتاجه ان يتعمل عليه استوي جامد جدا عشان ابقى متابعه عشان اشتغل على الحته دي، لان اعتقد ان محدش خد باله ان الحارس بتاع سان داونز دايما ما بيخشش فيه ضربات الجزاء في النص التحتاني خالص. انت اعتقد ان حد زي علي معلول اللي هو بيجيد ضربات الجزاء واللي هو يعني دي في هذا الاطار الكثير من الايادي البيضاء ما كانش واخد باله من حاجه زي لا كده؟ لا، دي ترجع دايما لمحلل الاداء. محلل الاداء بيجي يدرس دايما لما عندنا في الشغل بتاعنا في محلل اداء للفرقه الثانيه، بيحلل لخط الظهر على نص ملعب اللاين فورد الحارس، ففي تحليل الاداء لكل المراكز. فبالتالي كان لازم يعني حد من النادي الاهلي ياخد باله ان الحارس ده بيجيد دايما ضربات الجزاء في الثلث اللي تحتاني في المرمى، يعني في النص الاخير من تحت. هو دايما كل ضربات الجزاء اللي تشط عليه في النص اللي تحت بيصدها، لكن دايما ضربات الجزاء اللي تحط معاه في الفروق ما بيصدهاش. ودي لو انت حضرتك جبت له اخر 10 ضربات جزاء هتلاقيهم كده. كل ضربات الجزاء اللي في الثلث اللي فوق كلها جوان، كل ضربات الجزاء اللي تحت بتتصد بيصدها. وهو طبعا اكيد متفرج على معلول كتير جدا. يعني دايما احنا لما بنيجي نشتغل بنحلل مين في النادي الاهلي بيلعب الضربات الثابته من الحته دي، من الضربات الثابته من الكوره بتعمل ازاي، مين بيقطع، كل الفرق بتشتغل كده. هم عندهم حوالي 12 واحد محلل اداء كانوا قاعدين في الاستاد فوق، فبالتالي هم عندهم الموضوع ده شغالين عليه بشكل كويس جدا. فاحنا برضك في حاجات يعني بسيطه كانت ممكن تنجح المواضيع. في الكوره بتاعت كهربا اللي وقعت دي كان سهل جدا لو لطش من واحده جون. ولو جبنا جون كنا في اي وقت نقدر نكسب الماتش 2-3. كان الماتش هيختلف تماما. لكن مع مرور الوقت وانت ما بتجيبش جون هم الثقه عندهم بتزيد، وانت قلقان ان يجي في الجون في اي وقت، ولو جه جون الماتش بقى صعب جدا. فبالتالي انت بدات تبقى قلقان ان انت بيجيش في الجون وفي نفس الوقت عاوز تعمل ناحيه هجوميه عشان تخطف. فبالتالي الموضوع اتصعب بعد كده مع الوقت، كل ما الوقت بيمشي الموضوع اتصعب. ده رايي بالنسبه لسان داونز. رايي بالنسبه للماتش دوت يعني احنا عملنا شوط اولاني نموذجي
بشكل كبير جدا، ضيعنا ضربه جزاء بتاعت كهربا الكره اللي في العارضه، يعني شكل الفرقه كان من ناحيه هجوميه كويس جدا. لكن بالتوفيق عدم توفيق، الكره بتاعت بيست اول اللي جت في العارضه دي اصلا مش اوفسايد، لايزمان كل كوره كانه ايده وجعاه، يعني كل كوره رافع على كل كوره. طبعا هي لو جت جون كان الفار ممكن يرجعها ويحسبها، لكن قصدي اقول لك لو اتعادت 10 مرات الكوره دي لازم تخش جوه. يعني انا كنت قاعد مع صديق ليا يعني اهلاوي كبير جدا، يعني مش عاوز اقول لك يعني المستشار احمد فتحي ده يعني اهلاوي من الدرجه الثالثه، من ساعه ما حضرتك بتتكلم وانا بتكلم نفس الفكره، ومحدش مصدق ازاي الاهلي يطلع كده، لان الاهلي نادي كبير ونادي القرن، واحنا ابناء النادي الاهلي او الناس في الشارع طبعا بنتضايق طبعا، ومحقق خماسيه عظيمه الموسم أيوة اللي فات. ايوه، وبعدين انت زي ما الكابتن كريم قال كده، تتخطف يعني في ماتشين تتخطف فيهم صح بلقبين، فالواحد بيبقى يعني، فاللي هو عمله في ماتش المولين امبارح اعتقد ان هو نجح بشكل كبير جدا، هيبدا يدي ثقه للفرقه. يعني لما نيجي نتكلم على ماتش امبارح نتكلم على مصطفى شويه كان هي ضروري قوي، بقاله يعني 5 شهور يا كابتن ياسر غايب، كان اخر ماتش لعبه كان النهائي الافريقي مع الوداد في شهر يمكن يونيو الماضي، ده قراءته المباراه الحقيقه كانت كانه بقاله كتير بيلعب، يعني كانه مش بقاله كتير غايب عن الملعب. صحيح، ودي حاجه مهمه جدا. صحيح كلام حضرتك مظبوط جدا، لان طبعا المركز ده محتاج لعب كتير عشان الخبرات تزيد، لان المواقف اللعب هي اللي بتزود الخبرات اكتر من التدريب واكتر من كل شيء، لكن مواقف اللعب مواقف الحياه هي اللي بتخلي اللاعب والحارس بالذات يتقل في الحته دي. مصطفى شايل امبارح واحده صعبه جدا حقيقي. جدا جدا اللي راجل شاطها من على ناحيه الشمال وعملت بند بسيط على الارض تخدع اي حارس في الدنيا، لان في الزحمه والراجل واخدها واحده على طول مباشره، فبالتالي ان هو صدها بالشكل ده وعمل التاتش دوت مع البند دوت، لا يعني صدها نموذجيه جدا جدا، واعتقد ان مصطفى يعني تحس انه مالي 18 بشكل كبير جدا حقيقة. اختيار موفق جدا ان هو عمل الماتش ده، ومعظم اللعيبه كان شكلها كويس جدا، يعني طاهر عجبني محمد جدا طاهر بالظبط كان صيام تهديفي بقاله شويه، وكان اتعرض لكثير جدا من الانتقادات الحقيقه على مدار الاشهر الماضيه، فكان ضروري قوي ان هو يثبت وجوده في المباراه اللي فاتت. عجبني جدا طاهر محمد طاهر امبارح، اداؤه نموذجي شكله كويس جدا، كوكا ما كانش وحش برضك اشتغل بشكل كويس جدا، كتير اشادت بيه. ياسر ابراهيم برضك كان هايل، كريم الديبيس برضك ما قصرش وعمل شغل كويس جدا، نفس مشكله مصطفى شوبير ان برضك المركز ده محتاج لعب كتير، نفس الكلام ده كله متعلق بماتش امبارح. ايوه، توقعاتك ايه بقى ورؤيتك لمشوار النادي الاهلي في النسخه الحاليه من الدوري بشكل عام؟ هو بص حضرتك، النادي الاهلي عنده 3 ماتشات مؤجلات هيلعبهم في الفتره اللي جايه، عنده سيراميكا كليوباترا وعنده الجونه وعنده البلديه. الـ3 ماتشات مش سهلين جدا، الـ3 ماتشات سيراميكا ادائها بيتحسن، بيلعبوا كوره كويسه، بيلعبوا كوره على الارض بشكل كويس جدا، فمحتاجه ان احنا نبقى واخدين بالنا منهم. الجونه نفس الشيء، ماتشين ورا بعض واخد 6 بونت منتشي وعنده نشوه الفوز 6 بونت متتاليين. سيراميكا كسبان بيراميدز الماتش اللي فات، فماتش هيبقى الماتش اللي جاي ماتش مش سهل خالص، ماتش صعب. بعد كده عندك البلديه برضك بيقدم، عنده لعيبه صغيره مش معروفه عندهم الطموح واي حد بيلعب النادي الاهلي طبعا بيبذل 200% ألف حساب بيبذل اي لعيب بيبقى مختلف عن يعني عن في ادائه قدام النادي الاهلي عن اداء اي نادي تاني، حتى المدربين اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي عاوز يصير نفسه القدرات ايوه عاوز يصير نفسه وعاوز يظهر في احسن صوره وعاوز يقول انا موجود، فبالتالي اللعيبه بتبقى مش محتاجه التحفيز من المدربين لما بيجي يلعبوا النادي الاهلي، هو اصلا بيحاول ينزل الحماس الزايد بتاعهم بيحاول ينزله، فبالتالي الماتشات الثلاثه المؤجلين دول صعبين، لكن بنسال الله التوفيق ان شاء الله فيهم باذن الله. ان شاء الله يا كابتن ياسر نورتنا كالعاده. الله يخليك كابتن كريم، وسعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك. نورتنا وشرفتنا يا كابتن ياسر.